بالظبط، لكن تمام. من خلال وجود حضرتك على قناة مصر الزراعية، القناة الإرشادية اللي عدد كبير جدا بيتابعها، عاوزين الرسالة منك كمتخصصة في هذا المجال، تمام يا بيعملوا إيه فندم، بالنسبة للتربية في هذه الفترة؟ تمام يا فندم. أهم حاجة هم طبعا عشان ناس بسطاء، فكلمة الأمن الحيوي عندهم ممكن ما يستوعبوهاش بشكل عام، ولكن أنا هقولها لهم بطريقة بسيطة شوية. عملية التنظيف والتطهير دي أهم محاور يهتموا بيها. يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنا عندي، هم طبعا بيربوا في البيوت على قد ما يقدروا، الفرشة اللي بيستخدموها أو الأواني اللي بيحطوا فيها المية أو بيحطوا فيها العلف تكون نظيفة، لأن حضرتك عارف إن الفيروس بينتشر عن طريق الدروبينج أو الإفرازات اللي هي البروتين اللي بتخرج من الطيور. على قد ما تقدر تنظيف باستمرار أول بأول، استخدم المية، استخدمي الصابون. عملية التنظيف مهمة جدا، استخدمي الحاجة البسيطة جدا اللي ممكن تشتريها، الكلور، وخففيه 5 سم على لتر مية، إزازة البيبسي اللي هي اللتر دي، وغطى غطى الإزازة وحطي عليه لتر من إزازة المية دي، أي وطهري بيه المكان اللي انت قاعده فيه. استعملتي الفرخه دي يا ريت على قد ما تقدري، لقيتي اعراض في مرضيه اعزليها بسرعه، ما تسيبيهاش مختلطه مع بقيه الطيور، حاولي تعزليها، اعدميها، بيعيها، اعملي اي حاجه بس بسرعه. المهم عمليه التنظيف والتطهير زائد غسل الايدين كويس جدا جدا، تتجنب انها تعرض الطيور بتاعتها للبرد والرطوبه العاليه، دي مهمه جدا جدا. يبقى قلنا فرشه نظيفه اتجنب البرد والرطوبه، الاعلاف والحاجات اللي بتحطها تكون نظيفه ما فيهاش مواد اللي هي مخاطيه او مواد برازيه من الفرخه اللي نازله، الميه اللي بتحطها لهم تكون ميه نظيفه، التنظيف كويس جدا بالميه والصابون، تمام. طيب ده بالنسبة لو تقريبا المرأة ابسط الريفية، حاجه. أي لو المربية في الريف دلوقتي حصل عندها عدد من الطيور النافقة، تتخلص منهم تمام إزاي؟ والله، هو لو هتقدر تعمل اللي انا هقوله يبقى ده شيء رائع، انها بتعمل طريقه سهله جدا، تحفر حفره عميقه شويه وتحط الفراخ النافقه دي وتدلق عليها جير حي، تمام، وبعدين تردمها بقى تاني بتراب او زلط او رمل ايا كان، بس الحفره ما تقلش عن متر عمق، وتبتدي تحفرها وترميهم وتحط عليهم الممكن طبعا انا مش هقول نحرقهم لان ممكن ده يعمل تلوث في الهواء. فأسلم طريقة هي إنها تحفر حفرة عمقها متر وتدفنهم وتحط عليهم جير حي، وتبتدي تعقم المنطقة اللي حصل فيها عملية الموت ده والنافق ده، تعقمها كويس جدا جدا بمية وصابون وبعدين بكلور. طيب صعب ان ده يتحقق بصورة او بنسبة كبيرة، هل لو في اكياس بلاستيكية تم وضعها وغلقها جيدا ده يبقى كفاية، ولا برضه هيبقى في مجال ان ينتشر؟ لا يا فندم، برضو ممكن القطط والكلاب تيجي تنبش الكيس ده وتطلعه ويبتدي تنشر العدوى من جديد. ما هو ده مشكلة انفلونزا الطيور في مصر، ان ما بنتبعش الامن الحيوي صح ايوه حتى ولو ببساطته. ده اللي انا عايز اوضحه، لان بيتم فعلا التخلص من الطيور النافقة بأي صورة، بالظبط، وبالتالي احنا لا بنعيد النشر الفيروس. بالظبط كده، دي المشكله، الهواء، الذرات الغبار بتاعه الفيروس تطلع تنتشر، تمشي في الجو، تيارات الهواء تاخدها، في رياح، في جو زي اللي احنا تعرضنا فيه الفتره اللي فاتت، تبتدي تنقله من مكان لمكان، الشخص ده نفسه هو بقى كارير حامل للمرض او للفيروس، يبتدي يتحرك من مكان لمكان ينقله، وهكذا. ده اللي حصل، بالنسبة بس احنا لعملية لو غلقنا على المكان على اللي حصل فيه الفيروس ده انتشر، لو قفلنا الحته دي وما خرجش في حدودها مش هينتشر المرض، وده طبعا صعب جدا انه بيحصل للاسف في مصر. بالنسبة لطريقة الذبح السليمة، تمام، تقدر ازاي بس المرأة كده وأثناء عملية الذبح تتجنب أن ينتقل لها إليها أي نوع من أنواع العدوى بالفيروسات؟ يا ريت لو تقدر، لو تقدر تلبس في ايديها جوانتيات، حتى الجوانتي بتاع المطبخ ده العادي، مش هقول اشتري جوانتي من الصيدلية المعقم، لو تقدري تلبسي الجوانتي بتاع المطبخ وبعد ما تعملي عملية الذبح تتخلصي منه، مش تستعمليه تاني، اتخلصي منه خالص طيب عشان تبقى فرصة ان احنا ننقله يبقى مش متوفرة. طيب النقطة بقى المهمة جدا اللي بتهم المرأة الريفية وبتهم المستهلك عموما في مصر أو المواطن، السيدة أو ربة المنزل أثناء التعامل مع الدواجن في بيتها، لما تشتري دواجن وهتقوم بعملية الطهي،
ازاي تتعامل مع هذه الدواجن بطريقه سليمه، علشان لو لا قدر الله فيها بعض مصادر الاصابه نتجنب انها تنتقل للانسان. تمام، اول حاجه زي ما قلت لحضرتك انها تبقى لابسه الجوانتي بتاع المطبخ، او لو هي تقدر ست كويس تقدر تجيب اللي هو الجوانتيات المعقمه من الصيدليات او من الاماكن بتاعتها يبقى كويس جدا. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه على قد ما تقدر تغسلها كويس جدا بميه وصابون الاول، وبعدين تحط عليها حاجه بسيطه جدا موجوده في كل البيوت المصريه، الخل. تجيب خل وملح كتير جدا وتغرقها بيه. تمام، وبعد كده تسيبها شويه في الخل ده، ولما تيجي تغليها تحاول على قد ما تقدر اول مره الغليه الاولانيه ترمي الميه بتاعتها، وبعدين تبتدي تحطها في ميه تاني نظيفه. الفيروس ده على فكره ضعيف جدا وبيموت من درجه حراره لا تتجاوز ال 63 درجه مئويه، واحنا عمرنا ما هنطبخها على درجه اقل من كده، اللي احنا بنوصل ل 100 واكثر من كده فعلا. انا